والله بالنسبة عمي للكهرباء، بالنسبة محافظة النجف كل كهرباء ما بابيها، يعني يعطونها ساعة زمان ويقطعونها 5 ساعات، تروح تشتكي لا يفيد، تروح على دائرة الكهرباء يطردونك، تحاكي المحافظ الهيبي حرامي كلب ابن كلب، الله وكيلك اكلوا اكلوا الدنيا، لا يعطونا كهرباء، قاطعنا الجوع، لا راتب، لا رعاية، لا كل شيء، تحاكي وقال لك ضل بالبيت، أدى ضل بالبيت شاكل، هسه أنا من ضليت بالبيت إلى هو بديت بلوك وحار، أنا من أظل بالبيت حتى المرة راح تشرد، البيت يشبيه، المطر ما يجر على البيت. غير من تقعد البيت عندك كهرباء، هسه كان اكل ما نريد، بطلنا الاكل، بطلنا العيشه، كل شيء ما نريد، بس تعطونا الكهرباء اقل لا تقعد لك ببلوكات حتى المطر يشرد منهن. تحاكي وقال لك اقعد بالبيت، انت شوف ايش البيت، ايش بيه البيت زربان من زربه بنص البيت وزربه ببهاتهم. تحاكي المحافظ زربه على ابو المحافظ، الامامنا ذولا الامامنا، هذا المؤمن والمحافظ، هذا المؤمن، هذا المؤمن والمحافظ. وين على ابو المحافظ؟ يا ابو المؤمن، يا ابو مجلس النواب، يا ابو الحكومه، هذه الحكومه، هاي الحكومه، هذا المحافظ. ما يصير يعني انا زلمه معقل، ايش كبرنا بكبر المطي؟ عد 750 هن ذن الغيرين من زربه بالحكومه. تحاكي السيد تروح للمؤمن ابن النعال، هذا ظهره ويا حمر، ياكل وينام ما يدري بالفقير. تحاكي وقال لك اقعد بالبيت، هدا زرب بالبيت من النعال على ابو البيت، اردعوا بالبيت واشرد، هدا اشرد لالله. ما يصير عمي، سووا لنا حيل، سووا لنا شاره، يوم العلم ديمقراطيه، من نعلى على ابو الديمقراطيه، نعلى على ابو المحافظ، نعلى على ابو مجلس المحافظه، نعلى على ابو الامامنه، هذول المحافظ، هذا سيد لؤي، هذا مجلس المحافظه، هذا مجلس النواب، هذول الامامنه. ما يصير يا عمي، قتلتونا، دمرتونا، ضربت على ابهاتنا، شاوانا الديمقراطيه، يوم العلم حطينا السيد غير، والشيخ وجي خلنا حاكيهم من اعلى الوالدين ذولا. يوم العلم جبنا المحافظ قالوا السيد وكيفنا، والله الله اجى السيد، وين السيد؟ طلع السيد الهيبه حرامي غير المحافظ، يسال على هاي الفقره، ينشد على هاي الوادي الجوعانه، هسه كل شيء ما اريد عمي، بطلنا ما اريد اكل، اعطونا الكهرباء اكل ما اريد، ناكل زربان، زربان ناكل، بس اعطونا الكهرباء. يعني واحد 4 ساعات يطلق ساعة واحدة، تحاكي وقالك خليك بالبيت، ايش بيه البيت زربان؟ البيت ايش بيه؟ هن بلوكات حتى النسوان شردت، وحق هذا الله النسوان شردت، المرة ما تقدر تحاكي يا عم من الحر، 40 نعار تلقعك على راسك، تقول لك وين الكهرباء؟ روح انت رجال معقل، روح اطلع 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 مظاهرات، ولش عم وينه؟ عمي والله العظيم اكو الله عمي، الله يطيح حظهم، الله يطيح حظكم وحظ ابهاتكم، عمي هجمتونا والله عمي هجمتونا، وشكرا للقناة البغدادية اللي تنقل صوتنا. يعني احنا وين نروح بس تدفتي؟ من شريد